من قرية ثلاث يعقوب في تارودانت ينضم إلينا مراسلنا عبد الله إماسي عبد الله يعني من المناطق الأكثر تضررا كانت تارودانت ويعني عدد الضحايا من تلك المنطقة كان كبيرا اليوم كيف يبدو المشهد ونحن ما زلنا في الاثنين وسبعين ساعة التي تسمى في فترة الكوارث الزلزالية الساعات الذهبية التي يحتمل فيها ايجاد احياء تحت انقاض البيوت المنهاره كيف هو المشهد عندك عبد الله المشهد صادم للغايه بدانا نشتم رائحه الموت في هذه القريه قريه ثلاثه ان يعقوب غير بعيد عن بؤره الزلزال هنا في عمق جبال الاطلس الكبير كما قلت بدات او عادت عناصر الحمايه المدنيه وايضا القوات المسلحه الملكيه من اجل استئناف عمليات الاغاثه والبحث عن ناجين محتملين في هذه اللحظات الحرجه مثلما اسميتها بالساعه الذهبيه ولو ان الامال تتضاءل خصوصا اننا في منطقه وعره وصعب أن تمر عملية الإنقاذ بالشكل المطلوب في غياب وصول التقنيات والآليات الكفيلة بذلك، كما نشاهد هنا هذه بعض من مخلفات الزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة هذه المنطقة، نحن في ثلاث يعقوب كما نشاهد هذه البناية هي دار الأمومة، دار الأمومة معروفة معروفه في انها بنايات او مقرات خيريه يعني يتم انشاؤها من طرف منظمات المجتمع المدني للتكفل بالامهات واطفالهن هنا في هذه القريه على قرار القرى المغربيه الاخرى، على الجانب الاخر كذلك هناك بنايه اخرى هي دار الايتام او المعروفه بدار الارقم وهي مؤسسه خيريه ايضا اسستها يعني مبادرات انسانيه مغربيه وهولنديه هذه هي الحاله الان نشاهد كذلك مجموعه من مشاهد الدمار حقيقه لا يمكن وصفها خصوصا مع ظهور تباشير الصباح او الصباح الثالث من الكارثه التي هزت هذه المنطقه. كما قلت على مستوى المساعدات الاغاثيه والتي كما لاحظنا ان هناك هبه شعبيه من طرف المجتمع المحلي. سواء عبر المنظمات او حتى من خلال مبادرات فرديه قوافل تاتي الى هذه المنطقه المنكوبه محمله بالمساعدات الحيويه خاصه المياه وايضا الخبز ومواد غذائيه حيويه ومساعدات عينيه كالاغطيه والافرشه خصوصا ان هذه المنطقه كما قلت نحن نتواجد في منطقه عاليه جدا عن مستوى البحر هي منطقه تضم اعلى التجمعات السكانيه في المغرب وبالتالي درجات الحراره تنخفض ليلا في هذه القريه وفي قرى مجاوره وبالتالي من الضروري تقديم الأغطية إذن هي مساعدات عينية مساعدات حيوية تقوم بها المنظمات وأيضا الأفراد وفي الحقيقة هذه المبادرات ربما لها بعض الجوانب العكسية أو بعض الجوانب السلبية خصوصا أن بعض الأفراد من تلقاء نفسهم يأتون من مثلا أحواز مراكش والمدن أو المناطق القريبة وبالتالي عبر سياراتهم ما يخلق ازدحاما في هذه الطرق غير السالكة أصلا والتي وجدنا صعوبة في الوصول عبر هذه الطرق نظرا لأنها تأتي بين الجبال في بين الجبال ومضايق وبسبب الهزات الارتدادية تتساقط الصخور والأحجار ويتطلب ذلك وقتا من أجل تدخل عناصر الحماية المدنية وأيضا المصالح المكلفه بالتجهيز او مندو او مصالح الاشغال العموميه كما نلاحظ هنا عناصر الوقايه المدنيه تقوم باخر الاستعدادات من اجل استئناف عملهم الاغاثه ومواصله نشاطهم الاغاثي عبر الانتشار في المناطق المنكوبه خاصه خلف هذه الجبال خلف هذه الجبال وقع 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 الزلزال كان خلف هذه الجبال كانت هي بؤره الزلزال ومن الصعب جدا ان لم نقل شبه موسى مستحيل التحرك بالسيارات بل عبر الطائرات المروحيه التي تذهب وتجيء من هذه المنطقه لتنقل عناصر الحمايه المدنيه والمسعفين وايضا تنقل الجرحى من هذه المناطق الى المستشفيات الجامعيه مثلا في مرة مراكش او ايضا المستشفى الجامعي في اكادير في وايضا تارودانت الناس باتوا في العراء وكما قلت أتحدث عن مبادرات فردية للمساعدات هذا جانب من المبادرات الفردية الناس يقومون بتوزيع يعني ما تيسر لهم ما استطاعوا حمله مثل البسكويت وأيضا الرغيف والخبز وحقيقة ليس هناك ندرة على مستوى المواد الغذائيه الان هناك مطلب من اجل المصارعه في رفع الانقاض واستغلال ما تبقى من هذه الساعه الذهبيه، معي هنا مجموعه من المواطنين من هذه من سكان هذه المنطقه نطرح عليهم بعض الأسئلة بخصوص ما حدث وانطباعاتهم الأولية السلام عليكم محبا. أنت من سكان المنطقة؟ دي اوكون هذه منطقة متضررة؟ بزاف ممكن تعطينا صورة ممكن تعطينا صورة على حقيقة الوضع هناك أنت من أبناء هذه المنطقة وشو قدام عينك؟ بنادم خاصو ما ياكل بنادم خاصو ما يلبس بنادم خاصو بزاف الحاجات وما يعني اش غنقول لك قدر الله وما شاء فعل يعني ما كنتيش نقول حتى شي حاجه اسمح لي هل هناك امل في في الوصول الى ناجين محتملين كاين كاين امل انه مازال ما نقدرش ما نقدرش ما حالش هذا ما كان انت كذلك من نفس المنطقه اه طبيعه الحال من نفس المنطقه وكل شيء كيبان لك كل شيء محالة هادشي واش يتعاود تاني من جديد كما كان في الاول محال صعيب كل شيء كلشي كل شيء مشى كل شيء صعيب والطريق ما كايناش بعدا مازال هنا راه كتوصل عباد الله على هنا بعدا كيوصلوا السلطات وهذه كاينين مرة تزيد هنا لقدام ما كتوصل حتى حاجه ما كاين حتى حاجه الناس باقين كيما هما كيما تردم عليهم داك الشيء هما هما يعني مازالين الناس تحت الانقاض الناس تحت الارض هما باقيين كيجبدوا فيهم هنا كاع وكاينين السلطات وكل شيء راه الاموات قدامك راه هما فين مليوحين من البارح ملي من البارح هما مليوحين عاد البلايص اللي باقي ما وصلوش لهم السلطات كاع آه شفنا ان شمينا رائحه الموت ان صح التعبير <applause> نعم. الان حداك صاحبي ها آه الموت حداك هاي راه ما تشم الريحه كي كيجبدوا بنادم خانس صافي بنادم لحمه وطيب عليه صافي اذا الامال بوصول الناجين صعبه صعيب صعيب بزاف حيت بنادم داكشي اللي كان عنده كلشي مريوم عليه ما بقات عنده حتى حاجه كاين اللي ما صافي السلام عليكم داك راس المال اللي كان عنده حاطه في الدار صافي راب عليه فين باقي غيجبدوه فين باقي ما اذا لسان حال هؤلاء الناس هو التسليم بالقدر ولكن المطالبه بضروره توفير مساعدات عاجله رغم ان امالهم في الوصول الى ناجين تتضاءل وبالتالي المطلب الان هو سرعه انتشال الضحايا تحت الانقاض الذين عالقوا تحت الانقاض في هذه القرية المنكوبة شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد الله اماسي كنت معنا من قرية ثلاث يعقوب في تارودانت شكرا لك